انطلقت النسخة التاسعة من مهرجان صيف البحرين من موقعه في خيمة نخول بموقع قلعة البحرين بحضور معالي رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار معالي الشيخ خميس بنت محمد آل خليفة ومجموعة من الشخصيات الدبلوماسية وسفراء الدول، بالإضافة إلى لفيف من المهتمين بالثقافة والعائلات والأطفال الذين يشاركون الثقافة يومها الأول في المهرجان. وبهذه المناسبة أكدت معالي الشيخ خمي أن هذا الحدث يواصل رهانه على إيجاد مساحات ثقافية تستدرج العائلات إلى أول موقع تراث إنساني عالمي مدرج على قائمة اليونسكو، وذلك ينسجم ضمن احتفاء الثقافة بعام آثارنا انحكت التي تحكي اليوم من واحد من أهم مواقعها عن ثقافات شعوب عدة ونتاجات فنية ملهمة. وفي اليوم الأول لإطلاق خيمة نخول شهد الجمهور عروضا موسيقية، كما رافق الأطفال وعائلاتهم الأيقونتان المتلازمتان لمهرجان صيف البحرين نخول ونخولة، واللذان يشكلان رمزية بحرينية يمنحان المهرجان هويته وخصوصيته. كذلك شهدت الخيمة إطلاق سلسلة من الفعاليات الرائعة التي ستستمر طيلة فترة إقامة المهرجان حتى 7 أغسطس المقبل، وتشمل مسرح نخول الذي يستضيف على خشبته العديد من العروض الفنية والألعاب الترفيهية التي تنمي القدرات الإبداعية للأطفال، بالإضافة إلى المسابقات التعليمية والعروض المسرحية والموسيقية من مختلف الثقافات العالمية، فيما تواصل مسابقة نجم نخول 2017 التي تقام بالتعاون مع معهد البحرين للموسيقى بحثها عن المواهب الواعدة في مجالات الغناء، العزف، الموسيقى، الشعر، فن الإلقاء، التمثيل، التقليد وعروض الأزياء. صيف هذا العام في موقع أثري، موقع التراث الإنساني العالمي الأول في البحرين، وجميل أن ننقل إلى الجمهور خبرا جميلا. اليوم أدرجت مدينة الخليل في قائمة التراث الإنساني العالمي، هو نصر كبير للعرب، وقدا ستشارك البحرين في لجنة التراث بحث لاستعادة دورها في لجنة التراث لكي تكون عضوا. تكلمنا عن التراث لأن اليوم هو يوم خاص بموقع تراث إنساني عالمي، اخترنا أن يكون موقع على صيف البحرين لخيمة صيف البحرين التي تنتقل من موقع إلى آخر. في صيفها الأول كانت قريبة من هنا في حلة العبد الصالح، ثم انتقلت إلى المالكية ومنها إلى المحرق، وتعود العام القادم إلى المحرق حيث تكون عاصمة للثقافة الإسلامية. وأعتقد سيكون على مدى 2 شهر احتفالات صيف البحرين. كان في كتير حضور والإقبال على كل الورشات، وهذا كان شيء متوقعينه لأنه نخول بيبهرنا كل سنة أكثر من الثانية. طبعا الورشات هنا كان فيها تطوير أكثر من السنوات الماضية، في عنا ورشات جميلة ومتنوعة هاي السنة، في عنا ورشة الرسم على الوجه اللي عليها ما شاء الله إقبال ما وقفت، في عنا ديكوباج وفن الرسم على الورق الهندي كمان، في عنا ورشة طبعا أكثر منها كتير، كلها أشياء جميلة وبتناسب الأطفال من سن 2 إلى 15 سنة. حبيت إني أخذ فكرة عن مهرجاناتكم كيف تسووها، وبالعكس يعني شيء حلو فيه للأطفال أكثر شيء، اللعبات اللي تخليهم يعيدوا نشاطهم اللي احنا كنا في صغرنا نلعبها. كل سنة أشارك في النخول، سنة اللي طافت بعد شاركت وسويت انترفيو، وأحب هالمكان وايد، يعبر بمشاعري، أقعد أشوف ناس وناس يقولون لي إن ما شاء الله أنت رسامة، وهاللون إنه موتيفيشنال هاللون.